اهلا وسهلا بالجميع، حياكم الله. اليوم الفيديو تبعنا حيتكلم عن مشكله للكلب اللطيف هذا كروس بريد بين ميني بنشر وتشواوا. طبعا هاي الكلب ما بتكبر، هاي حجمها. الكلب عاني من مشكله التهاب في الرئه وعنده كحه، فاليوم حنعطيه احنا ابره مضاد حيوي وتنشيف للبلغم الداخلي. طبعا طريقة إعطاء الإبرة سهلة جدا، ممكن أي شخص يستخدمها في البيت. طبعا إحنا حنعطيه 1 cc. طبعا الإبرة بتنحط تحت الجلد بدون ما ينزعج الكلب، بدون أي مشاكل. بعدين نمسك له إياها دائما. المسلز لما يدخل اللقاح يدخل جوا جسم هذا بصير لسعة، هذا السبب بيصير يصارخ الكلب. طبعا في الحالة دائما يفضل تحتفظ الكلب في مكان دافي مش مكان بارد، ويكون مكان جاف، ومتابعة حرارة جسم الكلب حتى ما يكون في عنده مضاعفات. 3 أيام مدة الأنتيبيوتيك، بنعطي له 3 أيام، وإن شاء الله بكون خف الكحة والبلغم نشف من صدره. ونشوفكم في فيديو آخر علاج مع حميد الشناوي.